قلت لي بقى ايه الفرق ما بين فاونديشن اورجانيزيشن اسوسيشن؟ بص يا سيدي، فاونديشن هي مؤسسه غير حكوميه. يعني ايه غير حكوميه؟ يعني مش تبع الحكومه، مش مؤسسه حكوميه. فاونديشن دي حاجه خيريه او حاجه معموله تبع المجتمع المدني زي ما بيقولوا. اوكي، مش فاهم حاجه يا مستر. بص يا سيدي، هي مؤسسه تم انشائها والانفاق عليها والفلوس اللي بتدخل لها كلها من الناس، خيريه يعني، وبتشتغل اصلا في العمل الخيري، يعني ما بتشتغلش في عمل حكومي. يبقى هي فاونديشن مؤسسه زي مؤسسات علاج الاطفال وعلاج السرطان والحاجات دي، الحاجات اللي هي الفاونديشنز دي اصلا اتبنت وبيتصرف عليها من المال اللي بيدفع من الناس. الناس هي اللي بتدفع، المجتمع المدني هو اللي بيدفع، وبتروح الفلوس دي كلها لخدمة المجتمع ومش بتروح لأي شغل ولا بيزنس ولا للحكومة ولا حتى لأفراد، ما بتدخلش جيوب حد. يبقى فاونديشن دي المؤسسات الخيرية. أما أورجانيزيشن فهي مؤسسة تم إنشائها لإنجاز عمل معين. يعني إيه؟ يعني نادي رياضي، شركة، بيزنس معين حضرتك بتعمله، ده اسمه organization. ما هياش معمولة للأعمال الخيرية، يعني ما هياش معمولة علشان تنفق على حاجة ببلاش، لا، دي معمولة بغرض الكسب، معمولة علشان حضرتك تشتغل فيها. organization بتعمل حاجة معينة، زي النادي الرياضي مثلا، في لعيبة كرة ومدربين بيشتغلوا فيها وبيقبضوا فلوس، في شركة وفي بيزنس مشروع صغير بتعمله، كل الحاجات دي نقدر نقول عليها organization. organization مؤسسة تم بناؤها والعمل بها للكسب، وهي مش معمولة للعمل الخيري. أما association فهي رابطة، مجموعة من الناس ليهم نفس الاهتمامات، ليهم نفس التوجه، زي مثلا رابطة المعلمين الأفارقة، رابطة المرأة العربية، رابطة، مجموعة من الناس عاملين مع بعض رابطة، رابطة يعني مجموعة من الناس، association شوية ناس عملوا مع بعض رابطة، مجموعة بتضمهم وليهم نفس الاهتمامات ونفس التفكير ونفس التوجهات. ده الفرق ما بين organization وfoundation وassociation.